بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، صدق الله العظيم. مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المتميز على قناة الصحة والجمال. النهاردة هنتكلم عن مشاكل الجهاز الهضمي. احنا عندنا طبعا مشاكل كتيرة جدا متعلقة بالجهاز الهضمي، يمكن من أشهرها جرثومة المعدة. يعني أغلب الشعب المصري والشعب العربي بيعاني من مشاكل كتيرة جدا زي الحموضة وانتفاخات في القولون وألام في المعدة. لما بيروح يحلل الدكتور بيقول له إن عندك جرثومة المعدة. احنا هنعرف كمان جرثومة المعدة لها علاقة بقرحة المعدة والإثنى عشر، وكمان لها علاقة بارتجاع المريء ولا لا. هنعرف أسبابها إيه، هنعرف إزاي نشخصها، هنعرف أعراضها إيه، وفي الآخر طبعا هنقول لكم طريقة العلاج إزاي. لكن في البداية دعوني أرحب بضيفي العزيز الأستاذ الدكتور سيد المر، استشاري البطنة. أهلا بيك يا دكتور سيد. يا أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. أهلا بيك مرة تانية في قناتنا، قناة الصحة والجمال، شرفتنا. الله يشاء الله يخليك. وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب، ربنا يخليك يا رب. وده بصراحة بشكر قناة الصحة والجمال بأنها أتاحت لي الفرصة دي للمرة التانية في نفس الأسبوع. شرف لينا، شرف لينا أن أنا مع حضرتك يا دكتور أحمد. الله يخليك. وإن شاء الله تكون حلقة كويسة بإذن الله كده. إن شاء الله إن شاء الله. المشاهدين يعني الموضوع نفسه في ناس كثيرة جدا بتتكلم عليه، يعني أو ناس شاغلة نفسها بموضوع جرثومة المعدة. طبعا هو في موضوع جرثومة المعدة عامل هاجس كبير جدا بالنسبة للناس. يعني طبعا هي أمراض، في طبعا اضطرابات بتحصل في الجهاز الهضمي عامة، فدي بتبقى مؤلمة جدا. يعني سواء التهاب المعدة أو الاثنى عشر، أو سواء سببه بقى، هل هو التهاب، هل في جرثومة، هل ما فيش، هل في ارتجاع مريء، هل له أسباب نفسية، هل هي أسباب من أكل وشرب، هل هي أسباب من مريض بيستعمل حاجات مثلا مسكنة. فليه في أسباب كتير للقرحة بتاعة المعدة وأسباب لقرحة الاثنى عشر. يعني قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر احنا نعرف كمان ايه الفرق بينهم الحاجات دي كلها. طبعاً بس احنا بدأنا طبعا نعرف الناس. طبعا الجرثومة بتاعة المعدة سبب من ضمن الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى التهاب المعدة وتؤدي إلى حدوث جرثومة المعدة. ممكن تعمل في الاثنى عشر وفي قرحة في المعدة وفي الاثنى عشر. لكن لو اتكلمنا بس في الأول لو عايزين نعرف الناس يعني ايه جرثومة المعدة. هنعرف الناس جرثومة المعدة هي عبارة عن بكتيريا، نوع من أنواع البكتيريا. تمام. هو أولا هي الاسم بتاعها اسمها هيليكوباكتر، اللي هو بكتيريا حلزونيه، البكتيريا الحلزونيه. تمام. اللي هي الاتش بايلوري. تمام. فالهيليكوباكتر الناس مسمينه في العامه كده، بيحبوا يسموه جرثومه المعده، وده اللي معروف والسائد عند الناس. تمام. هو نوع من انواع البكتيريا اللي بنسميها جرام نيجاتيف بكتيريا. تمام. بس تمام. النوع بتاع البكتيريا ده هو له نوع خاص شويه مختلف عن البكتيريا اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي. تمام. النوع ده بيبقى طبعا المعده معروف انها بتفرز احماض. الاحماض دي ممكن انها تقدر تقاوم انواع كتير من البكتيريا او معظم البكتيريا اللي بتبقى داخله المعده، فيما عدا جرثومه المعده الاحماض ما تقدرش انها تقضي عليها. ليه؟ لان الجرثومه بتاعه المعده اللي هو الهيليكوباكتر، اللي هو النوع ده بالذات اللي هي البكتيريا الحلزونيه، هي لها شكل معين ولها خاصيه معينه كده مختلفه عن البكتيريا الثانيه. ايه الشكل المعين اللي ليها؟ هي شكلها حلزوني ولها اطراف زي مخالب كده بتقدر انها تمسك في جدار المعده، بتمسك في الميوكوزا اللي هو جدار المعده، فبالتالي بتسبب يعني التهاب. بتمسك في الغشاء المخاطي. في الغشاء المخاطي اللي هو بتمسك في الغشاء المخاطي اللي موجود اللي مبطل لجدار المعده. تمام. وبتقدر تعمل فيه التهاب، والالتهاب ده ممكن يتطور ويسبب بعد كده قرحه في المعده. تمام. ده الشكل ده يعني بالنسبه يعني لشكلها. عشان كده الحامض المعدي ما بيقدرش يقضي عليها. لا زي اي نوع من البكتيريا. في لها سبب تاني، انها بتفرز ماده اسمها اليوريز انزيم، ده بيبقى قلوي والمعده وسطها حمض، فبيحصل تعادل مع الاثنين، فبالتالي ما بتقدرش انها تقضي عليها. كانها بتبوظ العمل بتاع الحمض اللي داخل المعده بتاعت المعده بالظبط. فبالتالي ما بتقدرش انها تقاومها زي بقيه البكتيريا اللي بتبقى داخل المعده وبتقدر تقضي عليها. تمام. فالمشكله بقى بتاعتها انها لو فضلت موجوده في المعده بتعمل طبعا الام شديده في البطن، بتعمل احساس كده بالم في فم المعده في منطقه اللي هي احنا بنسميها المنطقه العليا للبطن. يعني منطقه البطن العليا كده في النص كده، ده بنسميها في الدارج بنسميها فم المعده. تمام. فالالم حتى اللي دايما العين يجي يشتكي يقول لك انا مش قادر، انا مش قادر، انا عندي الم في فم المعده، وبيبقى معاه شويه حموضه كده، يعني حرقان كده على صدره شويه، ممكن ضيق في النفس بعض الاحيان، لان طبعا معروف ان الحموضه بتأثر برضو، بتعمل برضو ضيق نفس. تمام. طب هل الألم اللي بيبقى موجود يا دكتور أحمد في فم المعدة هل سبب جرثومة المعدة بس؟ لا طبعا، له أسباب تانية. تمام. ونبقى برضو نتكلم برضو عنها، يعني ممكن نقولها برضو للسادة المشاهدين دلوقتي نقولها عشان ما ننساش. يعني مش كل التهابات، مش كل الألم في فم المعدة
سببه التهابات في المعده او قرحه في المعده او قرحه في الاثنى عشر او القولون التهاب في القولون. لا مش شرط هو يعني هو اللي متعرض حاجه قبل الهواء قلت لي ان لها علاقه بالقلب كمان. لا علاقه بالقلب طبعا طبعا بس هو يعني القلب نفكر فيه برضه بعدين بس هو في الاول طبعا المريض ما بيفكرش كده. المريض بيفكر ان عنده الم في فم المعده او الم في المنطقه اللي هي في المنطقه اللي هو في البطن من النص كده بالظبط وبيبقى معاه حموضه. اول حاجه بيفكر فيها ان عنده التهاب في المعده فممكن لو عنده حبايه معده ياخدها يروح يستشير دكتور او يروح لدكتور ولا حاجه بيشتكي من المعده وياخدها. لكن هي لها اسباب تانية اسبابها برضه من ضمن الاسباب بتاعتها اللي ممكن تسبب الالم اللي موجود في فم المعده التهاب المراره. ممكن يعمل الالم ده بس التهاب المراره بيبقى مصاحب باعراض تانية. هي الاعراض اللي بيبقى مصاحب بها بيبقى في الم اسفل البطن شويه في المنطقه اليمين بالذات المنطقه العلويه في الجنب الايمن المنطقه العلويه لان في المنطقه السفليه ممكن بتبقى كلى ممكن تبقى مرتبطه بالكلى شويه لكن فوق كده بتبقى مرتبطه بالمراره. بتسمع في الظهر بتسمع في الكتف اليمين تمام والمريض ممكن يقوم الصبح يحس بمراره شويه في بقه ده لو في التهاب في المراره لو في التهاب في المراره وده بس يعمل برضه التهابات في فم المعده مع حموضه ممكن تقلب معاه بترجيع كمان بس لازم زي ما حضرتك قلت يكون في الم في الجانب الايمن بيبقى في الم في الجانب الايمن الم في الكتف اليمين كده الم في الظهر ممكن مراره في البق شويه دي بتبقى مراره. طب يعني الاعراض دي مجتمعه مع بعضها نقول ان ده التهاب في المراره التهاب في المعده بسبب التهاب المراره بالظبط التهاب في المعده بس ممكن يبقى في كده مع شويه حموضه التهاب في المعده مع حبه حموضه. طب التهاب في المعده ومعاه انتفاخ في البطن من تحت كده والمريض مش مرتاح في غازات كتير في البطن ده التهاب قولون تمام. طب ممكن لو الالم ده شديد جدا في المنطقه بتاعت فم المعده وترجيع كتير لازم افكر في حاجه برضو مهمه البنكرياس التهاب البنكرياس واحيانا بيكون سبب التهاب البنكرياس ان يكون في حصوه ساده للقناه المراريه كمان فدي بتعمل التهاب في البنكرياس. يبقى في التهاب في المراره والتهاب في البنكرياس مرتبطين ببعضهم تمام طبعا. المريض ده بقى بيبقى حاسس بالم شديد جدا في البطن في المنطقه اللي هي دي وبيبقى معاه حموضه كتيره وترجيع كتير تمام. في الحاله اللي زي دي برضو بنعمل له تحليل كده اسمه سيرام اميليز عشان نتاكد اذا كان في حاجه في المراره او لا وبتعمل اشعه تلفزيونيه وبنتاكد وبنبدا ندي العلاج بناء على الاعراض اللي عنده تمام. من ضمن بقى المسببات اللي هي برضو لازم اخلي الناس تخلي بالها وما تستهترش بالم في فم المعده او الالم اللي بيبقى موجود في البطن كده وما تقولش ده انا مثلا خدت الحبايه وما ارتحتش وهاخد علاج تاني هغير الحبوب مش عارف ايه هاخد حبايه للانتفاخ. لا احيانا بيكون سبب الالم بتاع فم المعده بيبقى القلب تمام القلب. طب القلب ممكن يجي في ايه يسبب الموضوع ده؟ لو في قصور في الشريان التاجي ممكن يسبب الالم بتاع فم المعده تمام. يعني يحس برضه انه مش مرتاح والم مش مرتاح وحموضه برضه في فم المعده ويبقى في ضيق في النفس شبه الالم اللي احنا اتكلمنا عنه وقلت لحضرتك انه ممكن يكون مصاحب بالم القولون او الم المعده تمام. حتى لو ما عندوش الم في كتفه الشمال مش شرط والله يا دكتور احمد يعني لازم تتحط برضه في الاعتبار بالنسبه للاطباء اللي بيبقوا برضه بيقابلوا الحالات اللي زي كده. المريض ده المفروض يعمل الاي سي جي دايما علشان ننفي موضوع القلب ونخرج موضوع القلب من القصه. يعني ده المفروض نعمل ده المفروض طبعا يعني مجرد ان انا جالي مريض اعمل له اي سي جي عشان اطمن على القلب والقلب ما فيش في حاجه تمام. لان الجلطه برضه بتاعت القلب برضه بتسبب نفس الالم ده. واحنا سمعنا عن ده كتير قوي مع فنانين كتار يعني حصل لهم وفاه نتيجه لان بالظبط بيجي له هو اصلا ما بيشتكيش من اي حاجه في قلبه بيشتكي من الم في معدته عليه وما عملش فحوصات للقلب وما عملش مثلا التربونين ما شافش ما عملش اي سي جي ما عملش رسم قلب فبالتالي ما قدرش يشخصها يتعامل معاها لانها حبايه على انها معده ممكن حد حبايه معده وبعدين ما تلحقش. فده ممكن لو في جلطه ولا حاجه ما تلحقش وساعات الجلطات بتبقى محتاجه وقت معين بسرعه لازم تلحق فيها بسرعه تمام. فده برده سبب من ضمن الاسباب. طبعا من ضمن الاسباب الثانيه ان في عند الشريان الاورطي بيبقى فيه وهو بيبقى فيه اللي هو الاورتيك ارش بيبقى موجود في المنطقه اللي هي دي تمام. دكتور هناخد اتصال ونكمل. اتفضل أم يوسف اتفضلي. أم يوسف اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور مع حضرتك اتفضلي. اتفضلي أم يوسف. اتفضلي أم يوسف. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي. أنا معايا ابن عندي 8 سنين. وبعد كده ابني عندك إيه معلش مش سامع؟ عندها ابنها عنده 8 سنين. أي رغمة بطنه بتوجع وكده يعني ويعمل حمام. لا تمام. ويعمل حمام وكده. تعرفين بطنه بتوجع كل ما ياكل وكده. لا عنده كام سنه يا ام يوسف؟ عنده 8 سنين. عنده 8 سنين؟ ايوه. في اسهال او حاجه معاه؟ لا بتقول عنده امساك. بيسهل على طول يعني. في ايه؟ اسهال ولا امساك يا ام يوسف؟ اسهال ولا امساك معاه ولا بتناوبه كده مع بعض؟ لا اسهال. اسهال لا بيسهل على طول يعني بيسهل. تمام بيسهل على طول. طب مفيش ما بتقوميش على المخده الصبح كده تلاقيه في رياله كده نازله على المخده شويه او 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 حاكه كده من تحت شويه ولا حاجه يا ام يوسف؟ لا لا.
هو المفروض طبعا تعمل له تحليل براز الاول، لازم نشوف تحليل براز علشان نشوف سبب الالم ده ايه، تمام؟ لان احيانا الاطفال في السن ده اللي هم 8 سنين احيانا بيكون في عندهم طفيليات في المعده، تمام؟ زي الديسونتريا وال الانتبيه بالظبط، واحيانا برضو بيكون برضو عندهم ديدان، تمام؟ الديدان بتاعت البطن والحاجات دي بتبان في تحليل البراز يا ام يوسف، فالمفروض انك تعملي التحليل، تمام؟ وتعرضيه على اخصائي اطفال يشوفه. يعني الاول يا ام يوسف لازم يعمل لازم تحليل براز، وبعد كده اي دكتور اطفال المفروض يبص على التحليل ده، وعلى الاساس ده يقدر يوصف له العلاج المظبوط، تمام؟ ويشخص الحاله. شكرا لاتصالك يا ام يوسف، شكرا. لو رجعنا تاني يا دكتور بتقول ان فقلت لحضرتك ان برضو من ضمن برضو الاسباب برضو اللي بتسبب الالم بتاع فم المعده الاورتيك انيوريزم اللي هو التكيس في الشريان الاورطي، تمام؟ ده بيعمل الم برضو في فم المعده، فلازم نخلي بالنا ان القلب سبب من ضمن الاسباب، المراره، البنكرياس، المعده وال12. يعني يا دكتور اي حد ممكن. اي حد يجي لحضرتك عنده الم في فم المعده تقول له هعمل لك اي سي جي كده، رسم قلب ده لازم، ده لازم يعني، تمام؟ عشان انت اول ما تقول لاي حد كده هيتخض، لا مش هيتخض ولا حاجه، نطمن عليه، ده الصح عشان نستبعد، نطمن عليه، تمام؟ نطمن عليه. طب ما في مريض بيجي لي بالم في صدره وبقول له مفيش عندك حاجه في القلب، مفيش اعراض ومفيش حاجه وكده، وبنشوفه بيبقى سبب الالم اللي في صدره بقى فاكر ان هو عنده مشكله في القلب، وبعد ما بنعمل فحوصات وكده بنلاقي المشكله كلها عنده شويه غازات في البطن، والغازات بتاعه البطن تبقى ضغط على جاب الحاجز، عامله له الشكشكه والوغازات اللي هو حاسسها في صدره، وعامله له ضيق في النفس شويه، تمام؟ احيانا الحموضه برضو بتبقى لان منطقه المريء موجوده في المنطقه بتاعه الصدر هنا، فلو حصل ارتجاع في المريء والسائل بتاع المعده اللي هو الحمض ده وصل للمريء، يعني رجع لسبب ما والصمام بتاع المعده مفتوح، فرجع السائل الحمض اللي موجود في المعده اللي هو هنا في المنطقه بتاعه الصدر، المريض بيحس بالم في صدره، بيحس عدم ارتياح خالص في صدره، تمام؟ ممكن المريض يفكر ان هو عنده القلب ومش عنده القلب، فده بقى شغل الدكاتره، فده شغلنا بقى احنا، المفروض نفرق بين ده وبين ده، وندي علاج لده ايه ولده ايه، ده نشخصه ازاي، ده نطلب منه فحوصات ايه، بتختلف بقى من واحد للتاني، تمام؟ لو رجعنا برضو لجرثومه المعده يا دكتور، تمام ازاي اول حاجه اعراضها ايه؟ يعني العيان المفروض يحس بايه عشان نقول ان ده يعني 100% او على الاقل احنا ماشيين في اتجاه انها جرثومه معده. والله يا دكتور هي الاعراض اللي هي بتاعه المعده اللي هي التهاب في الم في فم المعده، انتفاخ في البطن، الالم ممكن يزيد بعد الاكل او اثناء الاكل شويه لو هي مسببه قرحه او حاجه في المعده، تمام؟ عدم ارتياح بعد الاكل، بتحس ان هو في الم، في انتفاخ بطن، بتحس بانتفاخات وكده. في الحاله اللي زي دي بنطلب تحليل جرثومه المعده وبننصح بها كتير. قبل ما نطلب بقى التحليل هناخد استاذ علاء، اتفضل يا استاذ علاء. استاذ علاء، يا استاذ علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اتفضل يا استاذ. بقول لحضرتك انا عملت تحليل طلع عندي الجرثومه، بس باخد العلاج يبقى تقيل شويه عليا، وبتجيلي الحموضه بتصحيك من النوم. الحموضه بتصحيك من النوم. تمام. يعني الم في المعده رحت الحمام مش عارف اعمل. عملت التحليل امتى يا استاذ علاء؟ عملت التحليل مرتين يعني من 3 شهور ولسه من مره من شهر. عامله في ايه؟ عامله تحليل دم ولا تحليل براز يا استاذ علاء؟ تحليل براز. تعامله في البراز، تمام. خدت العلاج بتاعه اللي هو الثلاثي ولا خدت اللي هي ولا خدت ايه ليه؟ لا انا خدت مرازول ومرازيل وبتاع امرازول وايه كمان؟ كبسوله كحل كده مضاد حيوي. تمام. ومش مرتاح برضه. الحموضه يا دكتور لما تصحيني من النوم هي الحموضه اللي بتصحيك من النوم دي ممكن يكون سببها قرحه في الاثنى عشر يا استاذ علاء، تمام؟ لازم تمشي على حبوب كده اللي هي زي الاوميز، النيكسيام، الكونترلوك، الحاجات اللي هي دي لازم تمشي عليها فتره طويله، يعني نمشي عليها على الاقل 6 اسابيع، تمام؟ اللي هي الحبايه بتاعت المعده، تمام؟ لا ما بتطولش، هو العلاج بتاعها انت المفروض بتاخد علاجها لمده اسبوعين، 2 مضاد حيوي كده بيبقوا مع بعض، تمام؟ ولو ما استجابتش للعلاج في علاج رباعي نازل جديد، هبقى اتكلم في اخر الحلقه، تابعنا لاخر الحلقه ان شاء الله، وهبقى اقول لك العلاج بتاعها ايه باذن الله، تمام؟ شكرا لاتصالك يا استاذ علاء. بس يا استاذ علاء المفروض انت ما بتحلل بعد فتره، يعني ما تحللش على طول، يعني ما تعملش التحليل بعد ما تخلص العلاج مباشره. المفروض يعمل تحليل يعني بعد قد ايه يا دكتور؟ يعني المفروض ان هو بيوقف المضاد الحيوي على الاقل شهر، وال يعني عشان يعمل تحليل ثاني، او اسبوعين، هو المفروض يعني اسبوعين بس يفضل. بياخد الجرعه بتاع، لا بياخدها لمده اسبوعين اللي هو المضاد الحيوي، وفي 2 مضاد حيوي، تمام؟ بيستعملهم، ده اللي هو العلاج القديم اللي هو العلاج الثلاثي. ايه هو العلاج الثلاثي؟ اللي هو الكلاريسرومايسين، الاموكسيسيلين، والبروتون بامب انهيبيتور اللي هو زي
الاوميزو والنكسيوم والحاجات اللي هي بتاعه المعده، كنت الحاجات اللي هي الحاجات اللي بتقلل الحموضه بتاعه المعده تمام. وبياخد معاهم اثنين مضادات حيوي عشان يقضوا على البكتيريا الحلزونيه اللي موجوده في المعده تمام. المشكله بقى في ان في مرضى كتير عندهم مناعه من الكلاريسرومايسين. ليه؟ لان الكلاريسرومايسين ما بيستعملش في الجرثومه بس، بيستعمل في الشيست انفكشن، في حالات اللي هي الجهاز التنفسي، في حالات كتير يعني، ممكن يتكتب في حاجات كتير. ممكن المريض، احنا عندنا ثقافه ان المريض لما بيرتاح ما بيكملش العلاج. طيب دكتور احمد، يعني ممكن حضرتك مثلا تكتب لواحد مضاد حيوي وتقول له مش عليه لمده مثلا 7 ايام، ياخده يومين يرتاح يوم رميه تمام، فبيحصل المناعه منه بيحصل ريزيستنس بالظبط، فالجسم بيقاوم المضاد الحيوي ده. فالعالم كله في الجرثومه، العالم المعده موجوده في العالم كله تمام. بس هي منتشره اكتر في الدول العربيه، هي منتشره طبعا طبعا لانها بتيجي من تلوث غذائي وبتيجي من تلوث الميه تمام. فالدول اللي هي اللي بيبقى مستوى المعيشه فيها زي مثلا اوروبا وحاجات من دي، لا ما بتبقاش في الكلام ده موجوده، وثقافه الناس كمان بتبقى نظافه الاكل، نظافه الميه، الحاجات دي بتبقى يعني في الدول العربية والدول اللي هي الناميه بتبقى اكتر بكتير. اللحوم المصنعه والاكلات السريعه والحاجات دي ممكن يبقى طبعا ممكن ينقلها اي اكل من بره، اي فاكهه خضار ما يتغسلش كويس ممكن ينقلها، حتى ممكن بمجرد انك تلمسه حتى ينقلها تمام. ممكن يعلق في ايدك وبعد كده تاكل اي حاجه توصل المعده. والميه برضه لو ملوثه، الميه الملوثه هي سبب من الاسباب الرئيسيه للجرثومه المعده، الميه الملوثه والغذاء الملوث تمام. بيبقى فيهم البكتيريا اللي هي بتصيب الجهاز الهضمي اللي هي جرثومه المعده تمام. انا بس عايز امشي بترتيب علشان الناس ما تتوهش مننا. فالدول النامية بتلاقي الدول عامه يعني مش العربيه بس يعني، ممكن الدول العربيه وبعض الدول الافريقيه والدول اللي هي الناميه عامه اللي هي دول العالم العالم اللي هو الثالث، بتلاقي دكتور احمد نسبه اللي هو نظافه المياه مش عارف كده بتلاقي قليله شويه تمام. وحتى الحالات ومش نظافه المياه ولا الاكل بس، يعني السلوك الشخصي، الاهتمام بالنظافه الشخصيه بالظبط، هي دي لها عوامل يعني، ان انت الاكل تجيبه ولازم تسويه لازم كويس، كويس لازم تغسل كويس ولازم تسويه كويس، الحاجات دي كلها. دكتور بس انا عايز امشي بترتيب علشان الناس ما تتوهش مننا. احنا بنتكلم على الاعراض، حضرتك قلت هيبقى في انتفاخات، وفي انتفاخ في البطن، الم في المعده زي ما احنا قلنا، حموضه ممكن تقلب حتى كمان بترجيع، والم في البطن شديد، والالم ممكن يزيد اثناء الاكل، وممكن لو هي مأثرة ترجيع عادي مش ترجيع دموي. لا 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 مش ترجيع دموي، ترجيع دموي لو عملت قرحه والقرحه سببت بقى مشاكل في المعده وعملت ترجيع دموي، ولو ترجيع دموي ساعتها بقى ما يبقاش التحليل، ما يبقاش بتحليل خالص يعني، لا تحليل البراز، ولا في الحاله دي بيتعمل منظار علشان نشوف المنطقه اللي هي بتنزل دم دي ايه. واحيانا على فكره دكتور احمد بتحتاج تدخل جراحي اللي هي القرحه بتاعه المعده، قرحه الاثنى عشر طبعا، لان ممكن تعمل مشاكل كبيره جدا. ففي الحالات اللي زي دي بتحتاج احيانا تدخل جراحي، بس بتدخل بمنظار في الاول، بتشوف نشاط الجرثومه دي عامل ايه في المعده، بتشوف المنطقه نفسها اللي اتاثرت ايه، فين مكانها بالظبط، وبتجيب دم منين، وكميه الدم قد ايه، وهل هي ممكن تجيب علاج ولا لا. وفي حالات بتحتاج تدخل جراحي على فكره تمام. فهي في الاعراض يا دكتور كمان في امساك او اسهال ولا مش شرط؟ مش شرط، مش شرط يا دكتور يعني مش شرط، مش شرط. هو القولون اللي بقى فيه اسهال وامساك كده او تناوب بينهم، لكن احيانا بتكون مرتبطه بالتهاب القولون كمان يعني انت عارف، لان هي كلها انبوبه واحده تمام. فممكن التهاب القولون ممكن يعمل حموضه في المعده، ممكن الم المعده لكن جرثومه المعده ممكن تعمل التهاب في القولون. لا ما تعملش التهاب في القولون، بس ممكن تسبب حموضه وتعمل ارتجاع مريء، يبقى شبه الالم بتاع القولون برضو تمام. طب واحنا عندنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في جرثومه المعده ممكن تعمل لنا اعراض تانية ملهاش علاقه بالاكل، ولا لازم اي حاجه تظهر مع الاكل يعني؟ لا لا يعني انتفاخ بعد الاكل، حموضه بعد الاكل مش شرط. ممكن برضو زي ما المريض اتفضل وقال لنا اللي هو انا نايم حاسس، انا نايم حسيت بحموضه على فكره. وما يقومش الواحد من النوم على حموضه وكده الا قرحه الاثنى عشر، يعني غالبا بتبقى قرحه الاثنى عشر تمام. وبتحصل كمان يعني في الشباب شويه، يعني اللي هم عمرهم من 30 ل 50 كده تمام. يعني الاستاذ علاء لما اتصلوا كده حتى نسيت اساله سنك كام، ممكن هتلاقيه بيتراوح من بين السن ده تمام. هي دايما القرحه بتاعه ال 12 ممكن تكون يعني مرتبطه بسن الشباب اكتر. بالظبط تمام. فالقرحه ال 12 لو حصلت المريض حتى ما بيقوم وياكل اي حاجه بيرتاح، يعني لما ياكل اي حاجه بيرتاح، لان هو المريض ما بيحسش بالالم الا اثناء الجوع. اثناء الجوع بس، اثناء الجوع يعني هو جعان، فممكن يقوم من النوم وهو جعان يقوم ياكل اي حاجه يبدا بعدها يرتاح. اما قرحه المعده لا، يعني قرحه المعده المريض بيحس بالالم اثناء الاكل وهو بياكل، ممكن ما يقدرش يكمل اكله او بعد الاكل مباشره، يعني خلص اكل تلاقيه حس بالم في بطنه وحس بحموضه ويبقى عايز يرجع ويرجع بعد الاكل على طول، ده بتبقى التهاب معده. ده التهاب معده او قرحه معده او قرحه معده تمام. اما القرحه بتاعه ال 12 تيجي على جوع،
تمام. وعلى فكره ممكن يوم ياكل بالليل ومش عارف ايه بتاعه، ممكن لو مفيش معاه ترجيع ممكن يحصل زياده في الوزن، مش فقدان وزن زي الجرثومه بتاعه المعده. يعني جرثومه المعده معاها لو في المعده او التهاب المعده او قرحه المعده سبب فقدان وزن. تمام. اما قرحه الاثنى عشر ممكن يحصل معاها زياده في الوزن بعض الاحيان عند بعض الناس، يعني مش عند كل الناس. تمام. طب ناخد اتصال تاني يا دكتور بعد اذنك. اتفضل. استاذه مها. ايوه اتفضلي. الو حضرتك معانا على الهواء، اتفضلي. يا اهلا وسهلا. مساء النور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ايوه بقول لك يا دكتور، انا اكتشفت كنت عندي التهابات في المعده. اكتشفت طلع عندي التهابات في المعده. تمام. تمام. الف سلام عليك. وبعد كده عدت الكشف تاني طلع عندي بكتيريا بتاكل في جذور المعده. اللي هي البكتيريا اللي هي البكتيريا الحلزونيه. تمام. تمام. عندي التهابات على الكلى. بسبب جهاز الهضم ضعيف. تمام. جهاز الهضم ضعيف. تمام يا مها. عندك كام سنه يا استاذه مها؟ عندي 16 سنه. 16 سنه؟ ايوه. بقالك قد ايه تعبانه؟ يعني الالم بتاع المعده بقاله قد ايه معاكي؟ اكتشفت في اول رمضان كان كل ما اكل لقمه كنت برجع على طول. بتاكلي اي حاجه بترجعها على طول؟ ايوه. عملت تحليل جرثومه المعده ولا لا يا مها؟ اعطاني الدكتور اعطاني برشام مشيت عليه اسبوع. تمام. بعد كده رجعت عليه تاني قال لي مش عليه اسبوع، مشيت عليه اسبوع. بعد كده تاني جاء اعطاني كتب له حبتين برشام واحده قبل الاكل قال لي هتمشي عليه شهرين بعد كده اعمل ايه. بصي يا مها، اعملي تحليل جرثومه المعده ولو كده خدي العلاج بتاعها لمده اسبوعين كاملين. تمام. وان شاء الله تحسي بتحسن، ممكن تكون برضه عرض من ضمن الاعراض. ولو في التهاب في المسالك له سكه ثانيه في العلاج بتاعه، لازم تشربي ميه كتير ولازم تاخدي المضاد الحيوي المناسب ليها. تمام. ولو في مثلا املاح او حاجه دكتور يكتب لك فور لازم تروح لدكتور متخصص يشوفك طبعا يا مها. ماشي. وخلي بالك برضه من الاكل برضه بتاعك. طبعا لازم تحلل جرثومه المعده. تمام. ولازم تحافظي برضه على الاكل بتاعك، يعني اكلك يكون مسلوق، ما تاكليش حاجه فيها مسبكات، الشطه، الفلفل، الحاجات المقليات، الحاجات دي تقللي منها شويه. تمام. وخد العلاج بتاعك واعملي تحليل جرثومه المعده ضروري نشوفها، عشان هو احنا بنتكلم اهو في موضوع الحلقه على جرثومه المعده. شكرا يا مها. الاعراض اللي عندك يا مها. شكرا. ماشي. شكرا. شكرا لاتصالك. مش الف سلامه. شكرا لاتصالك يا مها. برضه يا دكتور بقى احنا هنتكلم كمان عن ازاي نشخص جرثومه المعده. واضح ان الموضوع جرثومه المعده ده زي ما احنا قلنا في المقدمه ده بقول لك هو عامل هاجس كتير للناس. عامل هاجس كتير للناس. واضح ان الناس كتير قوي مصابه بيه. هو فعلا منتشر والله يا دكتور احمد، يعني هو بالفعل منتشر، واحنا حتى ما اخترنا حتى الحلقه بكده، يعني اخترناها علشان فعلا هو موضوع بيهم ناس كتير. يعني حتى في عيادتي بيجي لي ناس كتير عندهم الموضوع كده، وهي حالات بالفعل عددها كتير كمان، يعني بنقابل الحالات دي كتير جدا، وبتسبب طبعا مشاكل في المعده، بتتعبهم في الاكل، بتتعبهم في طبعا اي حد بيبقى محتاج ياكل، محتاج لما ياكل ما يتعبش، محتاج مستمتع بالاكل، ما يبقاش خايف من انه ياكل، خايف اكل احسن ارجع، خايف اكل بطني يحصل فيها انتفاخ. فبالتالي لو حصل الام شديده ياكل ويراجع مش عارف، فبيدور على دكتوره طبعا عشان يروح يكشف. تمام. ده من ضمن الحاجات اللي هي اللي موجوده والوقت ومنتشره هي جرثومه المعده. تمام. بنشخصها ازاي بقى؟ بنشخصها عن طريق، في ناس بتشخصها عن طريق الدم، وده انا ما بحبوش، لان التشخيص اللي هو الدم بيقيس لنا اجسام مضاده، ولكن ممكن نلجا له عشان نعرف هل في عدوى قديمه ولا لا، يعني هل المرض ده كان عنده جرثومه معده ولا لا، لان ممكن يكون عنده جرثومه معده وتعالج منها وخف، بس كانت مقصره، عامله له شويه قرحه في المعده او حاجه. تمام. او عامله له شويه التهابات في المعده، ممكن ياخد علاج التهاب المعده ويبقى كويس. تمام. الحاجه الثانيه برضو اللي في التشخيص اللي احنا بنشوفها اللي هو تحليل الستول اللي هو البراز. تمام. ده مش تحليل براز عادي، هو تحليل جرثومه المعده اللي هو في البراز. بندور على الانتيجين نفسه في البراز. تمام. فده بيتعمل، وده الادق يا دكتور، يعني ده الادق طبعا، ده ادق لان احنا بنشوف البكتيريا نفسها، انما التانية اجسام مضاده. فالاجسام يعني ممكن حد يعمل تحليل الدم ويظهر يطلع فيه ايجابي والبراز يبقى سلبي، وبالتالي يبقى ما فيش. تمام. يعني فاهمني يا دكتور احمد؟ لا. طب لو طلع سلبي، لو طلع سلبي في الدم، هيبقى سلبي في البراز، لان بالتالي الا اذا في خلل في المناعه، وبالتالي ما تكونش اجسام مضاده. يعني الافضل اعمل البراز طبعا، اعمل تحليل في البراز. تمام. وفي تشخيص تاني بطريقه كده اسمه النفخ كده، بيعتمد على اللي هو البريز ده، اسمه البريز تيست. ده بيتعمل اللي هو بيعتمد على اليوريز والنيتروجين بيتفاعلوا مع بعض بيدوا حاجه معينه كده، ده برضو نوع من انواع التشخيص. في تشخيص بقى بالسونار، وده الادق، لما بندخل مش بالسونار، بالمنظار. تمام. ده الادق.
وانا ممكن يعني اشوف البكتيريا بعيني ولا بشوف اثارها؟ لا بتشوف اثارها، لا بتشوف اثارها، بتشوف اثارها، بتشوف اثارها طبعا لما بتدخل بالمنظار بتشوف الاثار اللي هي بتاعتها. تمام. فده طبعا ده ادق حاجه. وفي نفس الوقت بتشوف الجدار بتاع المعده شكله ايه، جدار الاثنى عشر شكله ايه، هل هي فعلا عملت قرحه، هل سببت قرحه، هل هي التهابات بس، هل احنا هي شكل القرحه اللي لها علاقه بجرثومه المعده مختلف عن القرحه اللي بتحصل من العاديه؟ لا 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 لا، الشكل واحد، الشكل واحد بس البكتيريا نفسها بتبقى ظاهره. البكتيريا نفسها بتبقى، انا كنت هقول لحضرتك لو هي شكل واحد هعرف ازاي. لا لا لا، بتبقى يعني البكتيريا ظاهره، لكن كلها بتبقى قرح. والقرح زي لو انت حضرتك مثلا كان قبل كده، انت عارف احنا يعني قناتنا دايما لها هدفين. الهدف الاول ان احنا نوعي الناس، ان احنا نقدم لهم معلومه طبيه صحيحه. الهدف الثاني ان احنا نعلم شباب الاطباء، الاطباء الصغيرين يتعلموا من الاساتذه الكبار اللي زي حضرتك. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. عشان كده انا سالت السؤال ده، انا لما هدخل بالمنظار هشوف قرحه، طب اعرف القرحه دي قرحه لا علاقه بجرثومه المعده ولا قرحه عاديه من اي حاجه يعني؟ لا اي حاجه يعني. في اسباب ثانيه طبعا للقرحه، يعني القرحه مش كلها جرثومه معده، هو سبب من ضمن الاسباب. ما في اسباب ثانيه. لا انا كنت اقصد ازاي هفرق القرحه الخاصه بالجرثومه، لكن كقرحه موجوده لا هي كلها قرح. تمام. كلها قرح. فهو لو شافها، لكن البكتيريا نفسها تبقى موجوده. لا حضرتك بتقول هتلاقي البكتيريا نفسها حتى يعني اللي بتاع المنظار بيجيب لك التقريب يبقى رصدها. تمام. تمام. اللي هو فاهمني بيبقى خلاص شاف جرثومه المعده، ودي ايجابيه ودي عم مسببه كذا. فبيقول لك بقى ممكن بقى على حسب الديجري بتاع كل مريض، ممكن مريض يجي لك ده التهاب بس في المعده، ممكن قرحه، ممكن لا قدر الله اكتر كمان وعامله نزيف جوه ولا حاجه. تمام. ممكن تجمعات دمويه بتبقى بعض الاحيان موجوده عند ناس وبتبقى ظاهره جدا بالمنظار. هو بقى على حسب الحاله بنبدا نعالج المريض. تمام. هناخد اتصال يا دكتور. طيب ماشي. استاذ مجدي اتفضل. استاذ مجدي السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت انا عايز بس اسال الدكتور بس سؤال كده حضرتك. اتفضل الدكتور مع حضرتك. اتفضل. عندي سكر عامه، يعني عندي سكر وباخد علاج السكر وباخد علاج ملعينات بسبب ان بيجي لي امساك شديد جدا. خدت بال حضرتك؟ بيجي لي بالذات انتفاخ في فم المعده من فوق. انتفاخ جامد قوي. انت بتاخد ايه للسكر يا استاذ مجدي؟ بتاخد ايه للسكر؟ بتاخد ايه علاج للسكر؟ حبوب ولا انسولين يعني؟ للسكر. يعني علاج، علاج يعني ما بعرفش يعني كويس او هو علاج 40، هو علاج 40 انا لا اعرف الارقام بس. لا يعني لا راس ولا حبوب؟ اقصد راس ولا راس ولا انسولين يعني؟ السكر في الدم. ها؟ لا 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 لا، انا بتكلم هي اللي بتستعملها استاذ مجدي، راس ولا انسولين ولا ايه؟ حبوب. حبوب. تمام تمام. طب بتتابع السكر بتاعك ولا لا يا استاذ مجدي؟ بتابع سكرك. يعني بتعمل التحليل التراكمي؟ بتعمل التحليل التراكمي كل 3 شهور والصايم والفطر، بيطلع نسبهم كويسه ولا بتبقى عاليه؟ كنت انا من 3 شهور كانت عاليه. كانت عاليه. لما عملتها تاني النسبه قلت. طب لما كانت عاليه غيرت الجرعات بتاعه العلاج يا استاذ مجدي؟ نعم. لما كانت عاليه غيرت الجرعات بتاعه العلاج؟ لا زي ما هي برضه. يعني ما زودتش العلاج ولا نقصت الاكل او اتحركت او كده ولا عادي ولا ما ولا مارست حياتك عادي زي ما هي؟ لا مارست حياتي زي ما هي. تمام. وخدت بالك وكاتب لي، كان كاتب لي برضه مع العلاج ملين. تمام. وكاتب لي حاجه للعصر الهضمي. تمام. بس. تمام يا استاذ مجدي. ماشي هرد على حضرتك. شكرا لك يا استاذ مجدي. تابعنا. أرد على الأستاذ مجدي؟ نرد على الأستاذ مجدي. الأستاذ مجدي هو عنده سكر، السكر معروف إن هو بيأثر على الأعصاب الطرفية، تمام؟ ومن ضمن الأعصاب الطرفية اللي هو ممكن يحصل تلميل في الأطراف وكده، من ضمن الأعصاب اللي ممكن يأثر عليها السكر الأعصاب اللي تبقى راحة للجهاز الهضمي، تمام؟ فده بتأثر على الجهاز الهضمي، فممكن تعمل له الإمساك زي ما هو بيقول أو تعمل له إسهال، وممكن تسبب بعض حموضة كده وارتجاع برضه في المريء، يعني يحس إن المريض عايز يرجع وكده، وده بيبقى سببه ارتفاع نسبة السكر في الدم، تمام؟ فلو السكر اتظبط معاه ممكن الاعراض كلها تختفي. تمام. وممكن احيانا مريض سكر ومصاب بالقولون، عنده قولون او عنده ريتابل باول سيندروم، عنده قولون عصبي. تمام. فبالتالي بيحس بنفس الاعراض. فلازم ان هو في الفتره اللي هي دي يشرب ميه كتير. تمام. عشان دي تساعده على يتخلص من الامساك اللي هو اللي معاه. تمام. ياكل حاجات فيها الياف شويه. تمام. وياخد ملينات ويظبط السكر بتاعه، ولو في انتفاخ او في حاجه في القولون بياخد علاج ليها وان شاء الله بيبقى كويس. بس لازم يتابع السكر ويشوف العلاج الامثل ليه، ولو عالي التراكمي وعالي السكر الصائم والفطر لازم يغير جرعات العلاج او يستشير الدكتور المعالج ليه. هو الافضل ان هو يعمل سكر صائم وفطر ولا الافضل يعمل ده وده والتراكمي؟ بس التراكمي هو كده كده هو مريض سكر يعني. ما هو مريض سكر يعمل التراكمي كل شهر، ولازم برضه نشوف الاكل بتاعه بيبقى وهو نايم بيبقى نظامه ايه، وبيقوم الصبح سكره كام، عشان هو بياخد مثلا حبه الصبح او بياخد ممكن نزود له جرعات. تمام. ونشوف نقيس السكر في 3 شهور كان المعدل اليومي بتاعه كام.
ففي الحالة دي نقدر نظبط له السكر، لما يظبط السكر ممكن الجهاز الهضمي يتظبط معاه تمام، بس ممكن يكون برضو معاه برضو مشاكل في القولون او حاجه، فهي اللي مسببه له الاعراض دي، فيتعالج من ده ومن ده ويستشير دكتوره برضو اللي هو. هو لو حد مش مريض سكر بس هو شاكك انه ممكن يكون مريض سكر، الافضل يعمل سكر تراكمي ولا يعمل صايم وفاطر؟ بيعمل الصايم والفاطر الاول، والتراكمي بنقيسه بنتابع الحاله اللي هي بتاعه السكر تمام. بس لو اتعمل لا باس يعني، لو اتعمل مش طب لو حد عمل تراكمي بس، لو عمل تراكمي بس برضو هيدلني الدنيا كويسه اقل من ما هو في ناس اكتشفنا ان عندهم سكر من غير ما يعرفوا ان عندهم سكر بتحليل تراكمي يعني ممكن رايح مثلا يعمل ليست التحاليل ولا حاجه بيطمن على نفسه عمل له تراكمي تلاقي التراكم بتاعه عالي كده مريض سكر ده. خلاص مريض سكر طبعا يعني التراكم ده يؤكد ان هو مريض سكر، بيبين لي ان ثلاث شهور الاخرى السكر بتاعه معدلاته في الدم عاليه تمام، فيبقى ده مريض سكر تمام. فلكن انا مثلا لو واحد بيشتكي لي شكوى مثلا بسيطه او حاجه وعايز اطمن عليه ممكن يعمل الرنده، ممكن يعمل الفاستنج اللي هو الصايم واللي بعد الفطار بساعتين، يعمل عشوائي لو بيطلع النسب بتاعتهم كويسه انا مش محتاج التراكم. هناخد اتصال استاذ عبير. اتفضلي استاذ عبير. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك معلش كنت عايزه اسال الدكتور، انا عندي على طول عسر هضم وعندي غده كسلانه، وشويه الدكاتره يقولوا لي بطلي الدواء وشويه يقولوا لي خديه، مش عارفه بقى، وانا على طول عندي عسر هضم وتعبانه. عندك كسل في الغده الدرقيه يا مدام؟ بتاخدي التروكسين يعني، بتاخدي حاجه للغده؟ باخد الدواء بس دلوقتي انا بطلته شهر رمضان كله. بطلت العلاج بتاع الغده ولا علاج العسر الهضم؟ بتاع الغده. لا علاج الغده ما يتبطلش يا مدام، ده لازم يتاخد ماشي، ده لازم يتاخد مدى الحياه. لا بصي معلش سيبك من اللي يقول لك بقى بطلي وكده، لا العلاج بتاع الغده الدرقيه تتابع كل 3 شهور تعمل التحليل بتاعها تمام تمام. سامعاني؟ عايزه اسال انا. طيب. انا على طول عندي انتفاخ يعني القولون عندي منتفخ على طول. هي الغده كسل الغده الدرقيه احيانا له تاثير على الجهاز الهضمي بس مش قوي يعني، مش قوي، ممكن يكون عندك برضو التهاب قولون او التهاب في المعده تمام ومسبب لك الموضوع ده، لكن علاج الغده ما يوقفش يا استاذه. ما انا هعملها تقريبا وبدات اخده، بس انا مشكلتي ان انا ضربات قلب سريعه قوي. ما هو ضربات قلب سريعه من الغده المفروض لما تاخد علاج الغده ضربات القلب بتهدى. يعني انت المفروض ترجعي تاخدي علاج الغده تاني يا مدام. لا بص يا مدام لازم تعملي تحليل. لا بص يا مدام لازم تعملي تحليل الغده تاني وتراجع الدكتور اللي هو بتاع الغده اللي ممشيك على العلاج تمام، وتشوف العلاج بتاعك هل الجرعه اللي انت بتستعمليها مناسبه ولا لا. لو بتاخدي مثلا ال 50 ممكن يزيد ممكن يقل، بتاخدي ال 100 ممكن تزيد ممكن تقل، ممكن 150 على حسب انت ماشي على ايه تمام. بعد ما تظبطي الغده الدرقيه لا ممكن لو هي لها عرض في الجهاز الهضمي بس مش هو بيبقى السبب الرئيسي يعني تمام، فممكن تاخدي حاجه مهضمه كده مع حاجه للحموضه وهتبقي كويسه ان شاء الله. لكن علاج الغده ما حدش ينصحك انك تسيبيه وتسيبيه، مجرد ان احنا بدانا بيه بتستمر عليه على طول، لان ده حاجات مزمنه والغده خلاص بتبقى فيه كسل يعني ما بتطلعش السيروكسين، وده مهم جدا جدا للاجهزه بتاعه الجسم كلها تمام، مهمه للدوره الدمويه، مهمه للقلب، مهمه لل يا دكتور كنت عايزه اسال حضرتك بحاجه ثانيه. انا عندي املاح شديده قوي، املاح وكالسيوم. املاح وايه؟ عالي قوي. املاح شديده. املاح شديده وكالسيوم. ما هو الكالسيوم ممكن بيأثر من الغده الدرقيه، لان الكالسيوم اللي مسؤول عن التصريف بتاعه كده اللي هو الغده الجار درقيه، فممكن الاثنين يا دكتور احمد مرتبطين ببعض يعني، كل المشاكل ده لها علاقه بالغده الدرقيه. تمام. استاذ عبير شكرا لاتصالك، تابعينا ويعني الدكتور هيجاوب على كل الاسئله من خلال الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني في الاساس لو احنا عشان مدام عبير ما ننساش او استاذ عبير ما ننساهاش، لازم انها تعمل تاخد علاج الالتروكسين وتتابع كل 3 شهور. انا بحس بكذا، فلما رحت قال لي وقفي ليه؟ يعني المفروض ما توقفش العلاج بتاع الغده الدرقيه، سواء في زياده في الغده الدرقيه او يعني كسل او نشاط، يعني لو في كسل في الغده الدرقيه او نشاط في الغده الدرقيه ما ينفعش توقف العلاج بتاعها تمام؟ تمام. لان هناخد اتصال معلش. استاذ محمد اتفضل. استاذ محمد حاول تتصل بينا، تاني يا استاذ محمد. الاتصال انقطع. ماشي. يتصل بينا تاني ان شاء الله. فبقول لك بتروح عند الموضوع بتاع مها الاتصال الاخيره. استاذ عبير لا ما ينفعش انها توقف علاج الغده الدرقيه باي شكل تمام. فهي لازم ترجع للعلاج تاني وتشوف هي كانت ماشيه على ايه وبترجع، بس لازم برضو تروح برضو تعمل تحليل تاني اللي هي تي اس اتش، تي 3 الفيريتي 3 الفيريتي 4. حضرتك كمان بتقول انها كل 3 شهور لازم تتابعهم طبعا، لان الجرعات بتتغير. والله يا دكتور احمد يعني احنا ساعات مثلا بنمشي المرضى على 50، بعد فتره نيجي نشوف التحليل نلاقي التحليل مش اوبتيمال، فبنزود ممكن ننقص،
على حسب. طب حضرتك بتقول ان في حاله استاذه متظبطه خلاص بنظبطها على نفس جرعاته وبتمشي، لكن ما بنوقفش علاج، ما ينفعش نوقفه. تمام. هل الغده الدرقيه لها اثر على الجهاز الهضمي؟ احيانا طبعا بتاثر على الجهاز الهضمي، لازم تاثر على الاجهزه بتاعه الجسم كلها. يعني ممكن عصر العظم ده يكون ممكن من الغده الدرقيه، احيانا بسبب الغده الدرقيه، لكن مش دايما. وبرده ما فيش لا باس، احنا لو برده خدت برده حاجه ايه مهضمه برضو مع العلاج، لو في عندها اعراض برضو حموضه ولا حاجه تستعمل برضو حاجه معاهم ليها. لكن في الاساس لو خدت الالتروكسين، لو خدت علاج الغده الدرقيه هتخف ان شاء الله، ممكن الاعراض دي كلها تنتهي. ولازم تعمل برضو تحليل البرس هرمون، لان هي بتقول الكالسيوم عندها عالي او في اختلاف في الكالسيوم، فالغده الدرقيه هي المسؤوله برضو عن الكالسيوم، فلازم انها تعمل، لان ممكن الاثنين مرتبطين ببعض وعشانهم جنب بعض الغده الدرقيه والجرده الدرقيه، فلازم تعمل تحليل الغده الجرده الدرقيه اللي هو اسمه البرس هرمون، فلازم تشوفه برضه عشان لو كده برضه تنظم الكالسيوم في الجسم بتاعه. تمام. لان ده مهم جدا، مهم جدا، لان ممكن يسبب حاجات مشاكل في العظم وكده. تمام. تمام. فلازم تشوف الموضوع ده وتظبطه مع الدكتور اللي هو المختص ليها، وان شاء الله نطمن عليها تبقى كويسه باذن الله. تمام. ماشي. طب ناخد اتصال تاني. استاذه هناء اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتور، انا تعبت من حوالي اسبوع كده، وطلع عندي كان اسهال وترجيع. تمام. وبعد كده رحت عملت تحليل، قالوا لي لازم تعمل تحليل الكورونا، طلع عندي ميكروب الكورونا في المعده. تمام. بقى لي كام يوم باخد العلاج، وعملت تحليل ثاني بقى لي 6 ايام. لا ده موضوع تاني ده يا استاذه هناء. اسم استاذه هناء. استاذه هناء. استاذه هناء ده موضوع تاني، هكلمك برضو هرد برضو على حضرتك فيه. تمام. تمام. ماشي. لكن انت ماشي، اهم حاجه هي ماشي على البروتوكول. لازم تمشي على البروتوكول بتاع العلاج بتاعك. هكلمك. خلصت يا دكتور؟ خلصت. تمام. خلصتيه ازاي؟ انت بتقولي انت ليكي قد ايه؟ كام يوم؟ كام يوم بقى؟ كام يوم؟ 3 ايام. لا ما انتهتش 3 ايام. لا 6 ايام. ايوه لسه 6 ايام قليل برضو. لسه شويه. العلاج بتاع البروتوكول وده تكرري تاني يا مدام، تكرري تاني لمده اسبوعين. متابعين هنجاوب لحضرتك على الحاله دي. هجاوبك دلوقتي. هجاوبك احنا في موضوع حلقتنا هنناقشها يعني. هكلمك ان شاء الله. ماشي. هرد على دكتور احمد. لا ناخد استاذه هناء الاول. يعني هي بتقول ان استاذه هناء هي راحت تعمل تحليل، فطلع عندها اشتباه كورونا، او طلع عندها كورونا. عندها تمام؟ كورونا. عندها كورونا. تمام. الكورونا في ناس فاهمه ان الكورونا جهاز تنفسي بس، يعني بتعمل رشحه او كحه او كتمه نفس، ارتفاع درجه حراره. لا، الكورونا في الموجه الثانيه لها مستقبلات على الجهاز الهضمي، فبالتالي بتاثر على الجهاز الهضمي، فممكن يكون الاعراض بتاعتها اسهال وترجيع، الم في البطن، ارتفاع درجة حرارة، تكسير في الجسم، وتطلع كورونا. من غير فقدان حاسة الشم، ممكن بعيدة خالص عن المنطقة اللي هي الوادي، وممكن بعد كده تقلب بجهاز تنفسي بعدين. تمام. تمام. يعني مش شرط انها تبدا جهاز تنفسي، مش شرط. في الموجة الثانية لا، مش شرط. طب في الحالة دي بتاخد ايه؟ لازم تاخد علاج الكورونا. تمام. يعني احنا عملنا البروتوكول بتاع وزارة الصحة. البروتوكول بتاع وزارة الصحة اللي هي بتاخد الزيسرو بقى مع الفيتامين سي والزنك والباراسيتامول، وتاخد حاجه بقى عشان توقف الاسهال، حاجه للمعده عشان ترجيع، اللي هي الحاجات اللي هي الايه اللي هو علاج الاعراض اللي بتبقى موجوده عندها. بس لازم تمشي طبعا على الحاجات اللي هي بترفع المناعه. تمام. تمام. وتمشي على العلاج وتاخد سوائل كتير. ولو الموضوع اتطور معاها يعني لو الموضوع اتطور معاها بجهاز تنفسي، لازم تعمل برضو اشعه مقطعيه على الصدر، لان ممكن تقلب جهاز تنفسي في اي وقت. فما ينفعش انها تهمل الموضوع وتقول انا خدت العلاج 3 ايام او خدت العلاج 5 ايام وخلاص ولسه مش عارف ايه. لا، بتكمل العلاج بتاعها، ولو ظهر عليها اي اعراض تنفسيه لازم تراجع الدكتور اللي هي كشف عنه. يعني لازم تاخد علاج الكورونا طبعا، اللي هو البروتوكول بتاع وزاره الصحه طبعا. ولو حصل اي تطورات تراجع الدكتور اللي هو اللي كشف عليها، او الدكتور تاني يعني تشوف هي كشفه فين او كده، وتراجع دكتور مختص في الموضوع عشان الكورونا ما تنقلش بقى من الجهاز الهضمي للجهاز التاني. وممكن تنقل عادي في اي وقت، حتى لو ماشي على علاج، ممكن على حسب الجسم يا دكتور احمد. يعني مش شرط، في ناس بتجي لهم الكورونا وبتخرج من جسمهم غير ما يحسوا باي اعراض. تمام. شويه تكسير في الجسم ويقول لك ده بتاعه، ممكن حبايه بنادول والدنيا من غير ارتفاع في درجه حراره ولا اي حاجه. لان بتختلف من واحد للتاني على حسب كميه الفيروس اللي داخل، على حسب مناعه الجسم. تمام. مش كل الجسم بيقاوم زي التاني، في واحد بيجي له تعمل له جلطات على الرئه، واحد تاني ما بتعملش جلطات على الرئه، في واحد بس بيبقى شويه التهاب بساط لا يتعدى النزلات الشعبيه، فما بياخد العلاج مع الحاجات اللي هي بتاعه الزنك والفيتامين سي، وياخد حاجه مثلا مذيبه للبلغم مع مضاد حيوي، بيبقى زي الفل. تمام. وواحد تاني لا، بتقلب معاه بمشاكل. تمام. وخاصه بقى اللي هم الناس بقى اللي هم كبار السن، اللي عندهم مناعه ضعيفه، اللي بياخدوا ادويه لامراض مزمنه، كل دول بيبقوا اكتر عرضه للمشاكل بتاعه الكورونا. هناخد اتصال تاني يا دكتور. عويس اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن يا دكتور، عندي حموضة جامدة كده، و كم دكتور وعملي يعني بقول أي لقمة كده فيها يعني زي حرقان. الحموضة دي بتزيد مع الأكل ولا بعد الأكل؟ لا بعد الأكل، وفي بعد الأكل تكون جعان بتفطر أوي يعني،
وعامله لي حساسيه في الجبهه الانفيه، رحت للدكتور جهاز تمام. في المعده ممكن تقومك بالليل، ممكن تقومك بالليل الحموضه دي يا استاذ؟ اه بالليل في الليل، والدكتور كشف، الدكتور قال لي يعني جامد وخلي راسك مرتفع شويه عن المخده، تبقى رافع نفسك كده شويه. هنتكلم في الموضوع ده. حاضر حاضر حاضر، شكرا لاتصالك. شكرا ماشي. شكرا لاتصالك. طيب بقول لحضرتك ده شكله كده في عنده ارتجاع مريء. تمام. ارتجاع المريء ده اصلا لما بيجي ينام بتزيد الاحماض، بتبقى في ضعف في الصمام اللي هو بتاع المعده، اللي بتوصل ما بين المعده وما بين اللي هو بوابه المعده. بوابه المعده تمام. اللي هي بتوصل ما بين المعده وما بين المريء. فلما بينام بتزيد الحموضه، فبيحصل لها ارتجاع، بترجع على المريء. فهو بيقول لك وصلت لغايه ما وصلت حتى لايه؟ للجيوب الانفيه. وعلى فكره ممكن توصل للاذن الوسطى كمان. يعني ليه بقى؟ انا عايز برضه اجاوب له، لان احنا ممكن ما نلحقش. ما هجاوب له، هجاوب له. فالحموضه دي لما بتزيد فبتعمل حرقان على الصدر، بتعمل الم شديد جدا، بيرتاح لما يقوم يشرب اي حاجه، فبيقوم بيحس ان حلقه ناشف، ريقه ناشف جدا، عايز يشرب اي حاجه، بمجرد انه بيشرب اي حاجه او بياكل خاصه ميه او لبن او حاجه بيرتاح. تمام. ممكن الاحماض دي توصل لغايه منطقه البلعوم، وتعدي منطقه البلعوم توصل للجيوب الانفيه، تسبب له التهاب في الجيوب الانفيه، وبيبقى في بكتيريا موجوده في المعده بتوصل للمنطقه دي، فممكن تعمل التهاب في الجيوب الانفيه. طب هل بتقف عند كده؟ لا، ممكن تدخل البكتيريا اللي موجوده من المعده من قناه الاستاكيوس، تدخل على الاذن الوسطى، تعمل التهاب في الاذن الوسطى، وتلاقيه حاسس بدوخه كمان مع الموضوع ده. تمام. الم وطنين في ودنه مع دوخه، فهو لازم يعالج الحموضه اللي موجوده معاه، نشوف سببها ايه. تمام. وخاصه لو بتقوم ممكن تكون قرحه اذن 10 وعامله ارتجاع مريء، فلازم ياخد علاج ليها. يقلل اكل المسبكات، يقلل اكل الحاجات اللي فيها شطه، يقلل اكل المقليات. تمام. ما يشربش شاي كتير، لو بيدخن برضو يقلل التدخين او يمنع التدخين. تمام. لان دي كلها من ضمن العوامل. واهم حاجه برضو المسكنات، لو هو مفيش عنده جرثومه، مفيش عنده اي حاجه، مسكنات الالم، لو بيستعمل مسكنات لفترات طويله او بقاله فتره ماشي على مسكنات هو او غيره يعني، ويشتكي نفس الشكوى، لازم يمنع المسكنات او تماما. تماما. او يستبدلها بالباراسيتامول مثلا. الباراسيتامول بس في ناس بقى للاسف، في ناس بتبقى مثلا عندها مشاكل في العمود الفقري، عندها مشاكل في الروماتويد، عندها فبالتالي بيحتاجوا مسكنات الالم، وكل مسكنات الالم قويه. فالماده الايبوبروفين، الديكلوفيناك، جميع المسكنات عامه الاصل سلسلك اسيد زي الاسبرينات، والحاجات اللي عندهم الناس اللي عندها قلب وبيقعدوا حتى كحمايه عشان السيوله، كل دول بيبقوا عرضه ان يحصل لهم. حتى الاسبرين بروتكت يا دكتور؟ والله بس هو بيبقى نسبته ضعيفه، بس مع المدى البعيد. فمفروض ان هو يعمل ايه؟ ما نقولوش ما تاخدش الاسبرين، ما اقولوش ما تاخدش البولترين، او لا ممكن يستعمله، بس ياخد معاه حاجه تقلل حدوث التهاب المعده او قرحه المعده. يعني حاجه تحافظ على الجدار المعده، على الغشاء المخاطي. بالظبط. ياخد حاجه زي النكسيم، ياخد حاجه زي اي ام برازول مثلا عامه، ممكن يريحه كونتالوك، الحاجات دي. يمشي على حبايه كل يوم مثلا قبل الفطار، هتريحه، او حبه قبل الفطار، حبه قبل العشاء. يمشي على لفترات كده معينه، يرجع يغير النوع بنوع ثاني. تمام. ام برازول مثلا ما يبقاش نتيجه، يمشي على ايزوم برازول. يعني الدكتور بتاع العظم المفروض يمشي على الحاجات دي، بحيث ان هو يحمي المعده من حدوث مخاطر منها. بس هو ينفع يمشي عليها فتره طويله يعني؟ ينفع. مفيش مشاكل فيها والله، خلاص. بس هو يغير يعني، هو يغير. هحلي معلومتي دي. انا كنت قريت من فتره انه الناس اللي بتمشي على المثبطات بيسموها ايه؟ اللي هي المثبطات اللي هي بتحافظ على الغشاء المخاطي من بطن المعده، بيبقى ده بري كانسرس يعني، ممكن يعمل له مش بري. لا مش كده يا دكتور. كنت سمعت يعني، كنت قريت كده. هو المفروض ان احنا نغير النوع بس يعني. نغير، بدل ما باخد مثلا اوميبرازول اخد بانتوبرازول، ارجع اغير تاني. لكن لا، ما بتأثرش كده. هي ممكن بس العرض الوحيد ان هو ممكن يعمل هشاشه شويه على المدى البعيد. على المدى البعيد. تمام. لكن بصراحه هي ادويه كويسه وعوضتنا عن حاجات كتير جدا. يعني سلمى. طب يا دكتور ونكمل. طب ماشي، اتفضل. استاذه سلمى اتفضلي. ايوه، ممكن اكلم الدكتور؟ اكلم الدكتور مع حضرتك، اتفضلي. يا دكتور، انا دلوقتي لي 10 سنين بتعالج من المعده، انا عندي قرحه في الاثنى عشر. تمام. وعملت كذا منظار يعني، واخد العلاج اروق، ابطل العلاج يقوم عليا ثاني الالم يعني. تمام تمام. يعني طب في دم ولا حاجه بينزل معاك يا ندى؟ في ترجيع بيبقى معاكي باستمرار او حاجه ولا لا؟ ولا احساس يعني بس بترجيع؟ ببطل العلاج. ما بتبطل العلاج، بيبقى في ترجيع بس يعني. مفيش دم ولا حاجه يا مدام، صح؟ ولا في؟ اه في دم. وصلت لان ممكن يجي دم كده مع الترجيع ولا لا؟ اول مره يعني، اول مره جاني الدم يعني وكده. جالك دم، جالك ترجيع دم. يعني ايه؟ تمام. عملت منظار ولا لا؟ عملت كذا منظار، بقول لك يا دكتور يعني. لما بتعب خالص يعني بعمل كذا منظار، هي القرحه بتاعت الاثنى عشر، واخد العلاج. لا، انت هتمشي على العلاج لفتره كده، ولو العلاج مش جايب نتيجه لازم دكتور جراحه برضو يشوفك. دكتور جراحه؟ لان انا قلت يمكن في بدايه الحلقه ان في حالات معينه
بتحتاج تدخل جراحي لو هي مسببه حاجه وبتقول انها رجعت، وخاصه انها بتقول رجعت بس هي بتقول رجعت مره واحده بس، معلش ما تمشي على العلاج بس طالما مش مرتاحه لازم برضو دكتور جراحه برضو يشوف المنظار بتاعها شكله ايه ويشوف الدنيا فيها ايه. استاذه سلمى يعني المفروض حضرتك زي ما الدكتور بيقول ترجعي للدكتور، الدكتور بتاعك دكتور الجهاز الهضمي يبص عليها وبعدين دكتور جراحي يبص عليكي برضو يعني ويحدد الحاله وعلى اساسها ناخد الاجراء الطبي المظبوط يعني. بالظبط شكرا. ما تسيبش العلاج يعني تمشي على العلاج برضو بتاع الجرح. تمام شكرا لاتصالك يا استاذه سلمى. يا دكتور خلي بالك برضو من اكلك برضو يا استاذه سلمى. اتفضل دكتور احمد. انا عايز برضو عشان الناس ما تقولش تمام احنا قلنا ازاي نشخصه، فقلنا بنعمل تحليل البراز، التحليل اللي هو البراز، وقلنا نعمل الدريس اللي هو النفخ، وقلنا نعمل المنظار. تمام والمنظار تمام. شخصناه وطلع جرثومه معده. تمام نعالجه ازاي؟ بنعالجه في اللي هو العلاج الثلاثي بتاعه اللي هو يعني بنقضي بقى على الجرثومه بالعلاج الثلاثي بتاعه. ايه العلاج الثلاثي؟ زي ما قلت لحضرتك اللي هو الكلاريسرومايسين، ده اثنين مضاد حيوي، نوع اموكسيسيلين ونوع تاني اسمه كلاريسرومايسين، وبندي معاه نوع للمعده. تمام علاج حبوب للمعده. تمام اللي هي بتقلل الحموضه وكده، اللي هي المثبطات بتاعه المعده. تمام اللي هي البي بي اي اللي هي البروتون بامب انهيبيتور، زي النيكس يعمل اوميز الكونتالوك الحاجات دي. تمام بيبقى مده العلاج بتاعته قد ايه؟ المضاد الحيوي بنديه من 10 ل 14 يوم، قول 14 يوم يعني اسبوعين. تمام العلاج بتاع المعده ممكن المريض يمشي عليه من 4 اسابيع ل 6 اسابيع. تمام تمام كده. طب بعد كده بيعمل التحليل. بيعمل التحليل امتى؟ المفروض ان هو على الاقل بيوقف العلاج شهر وبعد كده يعمل التحليل. طب لو عمل التحليل على طول تطلع؟ لا ممكن تطلع ممكن تطلع سلبي وهو بيستعمل المضاد الحيوي وكده. لا ما ينفعش. تمام ولو بيحلل اول مره حتى لازم نساله ان هو يكون ما بيستعملش مضاد حيوي، يوقف مضاد حيوي لفتره معينه، حتى لو استعمل مضاد حيوي لاي حاجه اللي عنده بيوقف مضاد حيوي وبعد كده يعمل التحليل، عشان برده التحليل ما يطلعش فولس ريزلت. تمام يعني ما يطلعش نتائج مختلفه. الحاجه الثانيه اللي هي بالنسبه للجرثومه. تمام لما باجي اخد العلاج بتاعها واشوف التحليل، احيانا الناس بتيجي تحلل تاني الاقي التحليل طلع ايجابي حتى بعد ما بعد الفتره. تمام. طب ليه؟ قلنا علشان في ناس بتبقى عندها اساسا اول البكتيريا نفسها اتعودت على النوع ده، على النوع ده من المضاد الحيوي. بالظبط فطلع الوقت العلاج الرباعي. ايه هو العلاج الرباعي؟ العلاج الرباعي ده ان تشال ماده الكلاريسرومايسين منه وبقى العلاج زي ما بنعالج بالنيكسيم او الاوميميز اللي هي الحبوب بتاعه المعده اللي كنا بنمشي عليها من 4 اسابيع ل 6 اسابيع، هي هنمشي عليها. الاموكسيسيلين هنمشي عليها اسبوعين زي ما احنا قايلين، بس بنزود عليه 2 مضاد حيوي تانيين اللي هو الليفوفلوكساسين والمترونيدازول. تمام يبقى كده العلاج بقى 4 اصناف بدل 3. تمام اللي هو الليفوفلوكساسين مع الاموكسيسيلين. هناخد اخر اتصال بس. استاذ مؤمن اتفضل. استاذ مؤمن اخر اتصال. خلاص عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الدكتور بس سؤال حضرتك عن المعده؟ اتفضل الدكتور مع حضرتك. اتفضل اتفضل يا استاذ مؤمن. حضرتك طيب يا استاذ مؤمن اتفضل. بقول لك يا دكتور انا دلوقتي بقالي اكتر من 7 سنين او 8 سنين بشتكي من المعده. تمام. السخونيه جات لي الاول حمام تيفون، تعالجت منها وخدت علاج وقعدت خفيت شويه، بعد كده ايه في التهابات جامده على طول، اكل بيقول لي قولون. تمام. سخونيه في بطني على طول، اكل نوم بطني تتنفخ على طول. تمام. التهابات على طول. الالم ده بقى مصاحب بترجيع ولا حاجه يا استاذ مؤمن؟ لا مفيش ترجيع حضرتك. طب في اي الم بيجي لك في الجنب اليمين او الم في ظهرك؟ لا مفيش الم في ظهري بس انتفاخ. وانتفاخ على طول بعد ما باكل اللوم يا دوب. طب اكلك ايه يا استاذ مؤمن؟ بتاكل سخونيه في المعده. استاذ مؤمن انت اكلك ايه؟ بتاكل حاجات مسبكات والله انا باكل وشطه وفلفل وحاجات من دي يعني بتاكل براحتك؟ ما باكلش شطه. بتدخن او بتشرب شاي كتير او قهوه كتير؟ لا انا ما بدخنش. طب الحمد لله ماشي. وما بشربش شاي كتير يعني. تمام. 3 كوبايات 4 كوبايات العادي يعني. بس انتفاخ يا دكتور وما بقدرش اخد نفسي ولما اخد لما باجي اقف كتير او الصندل بتعب بحس ان انا اقع فادوخ. تمام. ودبلانه جامده في عيني. تمام. دلتا باب قولون. دلتا باب قولون. ماشي. شكرا لاتصالك يا استاذ مؤمن. شكرا لاتصالك. استاذ مؤمن كده بالتشخيص بالوصف اللي هو بيوصفه دلتا باب. احنا هنفرد حلقه لموضوع القولون ده، واحنا كمان ما اتكلمناش عن قرحه المعده وقرحه القصن عصب بالتفصيل. يعني الوقت للاسف جري. فنكمل يا دكتور بقى، بتقول في علاج ثلاثي وعلاج رباعي. فقلنا العلاج الثلاثي كده استعضنا عنه بالعلاج الرباعي، بنشيل الكلاريسرومايسين ونحط مكانه الليفوفلوكساسين مع المترونيدازول. المترونيدازول زي الفلاجيل والامنازول والحاجات دي. تمام. والليفوفلوكساسين اللي هو زي اللي هو العلاج اللي هو النوع كده من انواع الكوينولون يعني. فتشيل الكلاريسرومايسين وحط ده مكانه عشان البكتيريا
ما هيش ريسيستنس ليها، يعني بتقدر انها تتفاعل معاها وبتقدر تموت البكتيريا تمام. مع العلاج اللي هو بتاع المعده، ومع المريض بقى ما ياكلش حاجات مسبكات في الحاجات من دي، ويقلل التدخين. دكتور يعني احنا سعدنا جدا بحضرتك، ربنا يخليك يا دكتور احمد. انا ما حسيتش بالحلقه يعني بصراحه، وما لحقتش اتكلم في حاجه، بس ربنا يخليك. بس كلام حضرتك ممتع والله، ربنا يخليك يا دكتور احمد. وانا شخصيا استفدت كتير جدا، واكيد الساده المشاهدين برضو استفادوا. يا رب يكونوا استفادوا بس بحاجه كده النهارده، شكرا لاستضافتك ليا. ربنا يخليك. في نهاية حلقتنا بنشكر استاذنا الدكتور سيد المر استشاري البطنة، على وعد ان شاء الله ان احنا نلتقي بيك في حلقات جايه ان شاء الله. باذن الله دكتور احمد، زيدني شرف والله ان انا التقي بحضرتك. الله يخليك. مشاهدينا متعكم الله بالصحه والعافيه والستر، واسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير وفرح. وهذه تحياتي احمد عبد الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.